طيب، عندنا الأستاذ محمود حمدي بيقول: لما عليك أنا أعمل مندوبا للمشتريات في شركة المقاولات، وبعض التجار الذين أتعامل معهم يقدمون لي بعض المال على سبيل الإكرامية، يعني هنتكلم موضوع الإكرامية ده، خاصة عندما أشتري منهم بمبالغ كبيرة، فهل هذه الإكرامية من المال الحلال أم لا؟ مع العلم بأن هذه الإكرامية لا تؤثر مطلقا على قيمة ما أشتريه سواء من ناحية السعر أو الجودة، كما أني أطلب من البائع أن يخصم من قيمة المشتريات في الفاتورة بدلا من أن يعطيها لي، فيرفض رفضا تاما بحجة أنه لا يمكن أن يخفض السعر في الفاتورة عن هذه القيمة حتى وإن رفضت أنا الإكرامية التي يقدمها لي، فهذا شأني فأرجو الإجابة. موضوع الإكراميات ده لازم نشرحه بالتفصيل يا مولانا، لأن انتشر دلوقتي كله يقول لك إكرامية إكرامية. يعني اسم شيك للرشوة. يعني نعم. هو احنا عشان نحلل الرشوة بنسميها إكرامية، دي إكرامية. إنما في الحقيقة لو ما كانش بيشتغل مندوب مبيعات ولا ما كانش بيشتري من الناس دول، حد كان هيقدم له حاجة؟ حد كان هيعطيه حاجة؟ حد كان هيعرفه؟ حد كان هيسأل عنه؟ ما هي دي مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالعمل ومرتبطة بالشركة ومرتبطة بما يشتري، وبالتالي هذه رشوة. وسيدنا النبي قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، اللي دفع واللي أخذ والوسيط اللي بينهما، ملعونين. واللعنة هي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين برضو نطهر أنفسنا. وسيدنا النبي قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فهذا سحت، لأن لا أبذل فيه جهد ولم أقدم فيه مقابل وليس فيه إطلاقا حلال، وإنما هو شيء من السفاح والحرام الذي لم أبذل فيه جهد وليس فيه مقابل. أي المقابل اللي أنا قدمته ليس هناك مقابل، وبالتالي مش عاوزين نسمي الأشياء بمسماها. هذه رشوة ولا ينبغي مطلقا أن تؤخذ، وإن أنا بعمل وباخد راتبي من الشركة اللي بعمل فيها، بشتري لحساب الشركة، ببيع لحساب الشركة، باخد لحساب الشركة. إذا كان هناك تجاوز أو تنازل عن بعض المبالغ يبقى للشركة التي أعمل فيها وليس لنفسي، لأن هذا خروج عن الإسلام وعما أمر به الإسلام وعما جاء به نبي الإسلام وعما ينبغي أن نكون عليه في حياتنا. يعني الجزئية اللي هي بيتكلم عليها إن الإكرامية دي خدها ما خدهاش ما بتأثرش ببقية الفاتورة، ده برضو برضو اتأثر أو ما اتأثرش، خدها ليه؟ سيدنا النبي قال لنا كلام طيب: هل لا قعد أحدكم في بيت أبيه أو أمه أكان يهدى إليه؟ لا، ما حدش كان يسأل فيه. لو هو قاعد في بيتهم حد هيجيب له اللي جابه له ده وخده؟ لا، ده خده نظير إنه بيشتغل هنا وإنه بيشتري من هنا وإنه بياخد البضاعة من هنا، فلما نديله عشان يجي تاني وتالت ورابع، يعني بنروج بضاعتنا، يبقى اذا خد دون مقابل، يبقى هي رشوة لا شك في هذا. استاذ محمد، هي رشوة.